ثلاثة. كيتسب وحدو. ايوا يا حميد، خاصنا نديرو السنسور في داك العمارة ديالنا. نعود ماشي شدك عايز جوج، انت عايز جوج. دابا كطلع لازم وصلنا هنا. لا قتلو ثلاثة. وي خلعتني. هي خلعتني. شفتني شي دار انا. ويلي 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 ويلي. حيد حيد. حيد. انت ديري هكا غير صدي. هانا كيكون احنا حبسنا هنا يا محمد. صفرة طالع. خلعتني ويلي. توريزن ياك ماشي توريزن داك السنسور حمقى. هاد السنسور درنا له ثلاثة وهبطنا للكاف. ايه بطنا للكاريز ولا الشجن ولا ما عرفش. كنشكرو بزاف ويلي. مرحبا بكم على الدار ديال فاطمه زهراء. جانا هنايا باش نوريكم شنو تسخرت هي. المهم اول شيء غادي ندخلوا هذا الدخول ديال الدار ديالها. هانتوما مباشره كتلاقي الصالون ديالها هنايا. دابا تفرشها هي ان شاء الله رب سهل عليها. وصافي هنايا مباشره كتدخلوا في الكوزينه. وهذا هو الكلازة اللي اشتراها تبارك الله كبيرة ما شاء الله. فريقو ديالو فوق وكلازة ديالو تحت. شركة سامسونج صراحة كبيرة تبارك الله. الله ربي السهل اي واحد اللي كتمنى. وصافي هنايا الماكينة صابون اسميتو جولد فيرسيون. جولد فيسيون. اي جولد فيسن بحال شقل سامسونج. فيها 7 كيلو. صافي تبارك الله مزيانين الحمد لله. وصافي هنايا غادي ندخلوا في بيت نعاس ديالها. هذا هو بيت نعاس ديالها. داك النهار اللي شفتو كان باقي ما مصوبس بحال داك هي اللي رجلات داكشي. انتما تبارك الله جيه مقاده ومجمتولة. هانتوما داك المغلف بالطوب كيقولوا داك الطوب زوين دغيا تتمسحي الا كتوسخ. شتو تبارك الله حتى هنايا مغالفه نفس الطوب. صراحه زوينه ولكن ثقيله داك صالحه الزيت وثقيله. هذا بس تعرفوها هذا بيت ناس كي فيها كوفر. فيها كوفر صافي. هاد هو شو كيقولوها بلا كارات ولا كوافوزات ديالها. ما هي مفتوحه تشوفي لك كاينه فلوس ما كايناش فلوس. وصافي هاد هو الغراض ديالها هنايا. باقي شوي شوي ان شاء الله غادي غادي يعمر الدار ديالها. غادي تفرش الدار ديالها ان شاء الله ربي يسهل عليها. وهنايا خوتي هاد الشراجم هذا كيطلع غاي بوطون. انت ما شفتو هنايا كيحبط وكطلع. لا لا طلعت وحبت هنايا اللي حبطه. ايوا شفتو هكا كيحبط. صافي ولا ضروري تبركي حتى تحبط. وصافي انتما ما شاء الله تبارك الله فينيسيو ديالو زوينه. انتما اخواتي هنايا بلا قرات ديالها صحيحه ان دي اف قويه صحيحه. هذا زوين تبارك الله. وصافي هنا اخواتي انتما الكوزينه ديالها الشيء اللي عجبتني في يعني التيزا عندك ما يدير في صالون جي ديالك.
ومداوية. وصافي هنا هذا بيت تاني، ولكن غادي يديروا بيها البيت جلسة ومدي بانيو غي هنا، على خاصة كان نهار الجو. ومن هنايا عقوستي جيو هنايا وفاطمة زهرة تبيتوا هنايا ديبانا وداكشي. صافي هنا تواليت حاشاكم، هاد التليفون الا بغيتي تعيط شي ولا بغيتي تجي لعندك شي احد غير تعيطي له في التليفون. ومواقع انتم كيفاش جا كيطل هنا في شراجم كل شي فيلات فيلا. وصافي داكشي اللي كاين اخواتي انتم شتو، يا ربي سهل يا واحد اللي كتمنى ان شاء الله. صافي دابا اخواتي غادي نسد داكشي اللي باب ديال البيت ديالها كلشي، وغادي نطفي داك الضو كلشي باش نمشي بحالاتنا. هاد فيديو اخواتي صراحه من شحال، هاد فيديو من شحال، ولكن عاد نمونطي ما عنديش الصراحه القناة نمونطي الفيديوهات. وصافي ماشي مشكله. وصافي داك الساعه محمد كتستناني في الطوموبيل. هيا نسيت ما وريتكم هذا، انتما نسيت ما وريتكم حتى هذا داك النهار وريتكم داك النهار، ولكن دابا صوبوها انتما شوفوا ديال الضو انتما خدت الكوزينه ديالها شوفوا ضو مطل يعني فيها 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 الضو. صافي دابا غادي نمشي بحالي. او صحتك وراحتك يا فاطمه الزهراء، دابا غادي نسد عليك الباب. انتم هانت شتي صافي ما تكافي صافي صورتو. يلا اخواتي غادي نمشي دابا. وصافي اخواتي هذا الفيديو اللي تتشوفوها نهار تاني، عرفتوا شنو تندير؟ هاد الفيديو اللي شفتوها مشيت عند الدار ديال فاطمه زهراء من شحال، ولكن كنعجز المونطي. وشنو تندير فيديوهات ديالي يعني ديك الفيديوهات ديالي تتشوفوها شي مره يعني ماشي غير نهار واحد، بحال دابا كان فيديوهات تنلاصق مع بعض كنلاصقو مع بعض فهمتوا، بس يجي شويه طويل فهمتوا. صافي ديك الساعه مشينا هنايا اخواتي في الحديقه وتغدينا هنايا، خرجنا نهار احد زعما باش ندورو. وديك الساعه اخواتي نشارك معكم داك الحديقه اللي مشيناو هنا في المكناس، صراحه زوينه. صافي بعد ما تغدينا هاد هو الحديقه، اول مره غادي نمشي انا هنايا غادي ندخلو هنايا في الحديقه، ولكن كيدخلوها بالفلوس شتو. اول مره غادي ندخلو صراحه زوينه بزاف وفيها تيسا وفيها راحه بالبال. دابا غادي ندوركم هنا اخواتي بس استمتعوا حتى انتما، وحتى تقولوا لي في التعليق الناس تحيه الناس في المكنس حتى انتما دخلتوا هنايا واش هاد الحديقه اول مره فتحول عرفتوا. عمرو بالورد اخواتي، عمرو بالورد، ولكن شي ممنوع انك داخلي الماكله هنايا بس ما تترفسوا. عرفتوا تبارك الله ما شاء الله هاد الورد هذا فيه كان شي حاجه زوينه. ها انتما بحال هاد الورد هذا كان شمسي زوين غريب فيها ريحه واعره. شوفوا هاد الشجره اخواتي غريب سبحان الله غريب. شوفوا الطيور اللي هي عندهم الصوت واعره. تشوفوا هذا اخواتي هذا دايرين في العصفور، واللي فيها حيوان تما بحال شق العرنب. لا نمشي وادي نمشي. شوفوا المنظر هنا اخواتي تبارك الله، تمر عالية. يلا اجري بابا سي. انا غادي نوريكم هنا شويه الفيو، هانتوما في الدروز
كتهابطي مباشره كتمشي لهيف الورد. شفتوه هانتوما؟ شفتو شحال كبير تبارك الله، وما مرس بزاف الناس. شوفوا الجردة اخواتي شحال نقيه، شوفوا الجار طويل تبارك الله. شوف شوف التمر ما شاء الله. هانتوما دابا اخواتي كيبقى الظلمة دابا العشية. شوفوا المنظر لهي، شوفوا شوفوا الماء هنا تبارك الله ما شاء الله. شتو يوسف فرحان على راس. زوين احسن لبن. لبن هذا الزيت شحال اخذت الزيت؟ زيت 90 درهم. 90 درهم لتر؟ عطيتو 200 درهم رجع لي 20 درهم. ولكن الزيت واعره، زيت جديد واش الزيت هذا؟ خدينا من عندو راه تكون تقريبا حنا ومالين الدار والعائله راه تكون واحد 30 لتر اللي خدينا من هذا. وصافي ديك الساعة اخواتي تصارعنا على راساتنا، وهانتوما راكم كتشوفوا دابا مبقاش يعني الليل دابا، وديك الساعة رجعين بحالتنا. قلتنا خلينا ناكلو هنايا، انا اكلت هنايا رايب شتو، واكله هما السيكوك. وديك الساعة محمد شترى زيت العود. المهم اخواتي تفوزنا نهار اليوم زوينه صراحه، وهذه هي نهايه الفيديو. كنتمنى ان تقبلوا علي داكشي. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اخر. تعالوا فراسكم، مع السلامه.